وينضم إلينا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي السيد أبو عبيدة عبد الله. سيد أبو عبيدة، استمرار الأزمة في إقليم تيغراي وانعكاسها على السودان الذي يعاني من أزمات اقتصادية متتالية. حتى أمس القريب أعتقد أن عدد كبير من اللاجئين يقدر بأكثر من 35,000 لاجئ دخلوا إلى الحدود السودانية الأسيوبية. هذا يمثل عبء كبير على تلك المناطق من حيث تقديم الخدمات وغيره من الخدمات التي تقدم عبر المنظمات الإنسانية التي ترابط في تلك المناطق. هذا الصراع متوقع إذا سار بهذه النتيجة، وبحسب إصرار رئيس الوزراء الأثيوبي أن يريد أن يحسمه بالقوة العسكرية، متوقع تدفق أكثر من 1000 لاجئ أثيوبي على الحدود السودانية. هذا يتطلب من منظمة طيب دعنا يعني لا نقفز على نعم العمل الإنساني وغيره على الحلول، ولكن كاملة. الآن عندما نتحدث عن صعوبة الموقف السوداني الواقع ما بين التزامه أخلاقيا والتزامه بالمواثيق الدولية لاستقبال هؤلاء اللاجئين، وما بين صعوبة قدرته على إيقاف ذلك النزيف، سيد عبيدة، ما هي الحلول؟ السودان فتح حدوده على الحدود الأثيوبية واستقبل اللاجئين، بدليل الإدارة الأمريكية أشادت بدوره في الأيام الماضية وقدمت له إشادة مستحقة بأنه قام بواجبه تماما. الحلول فيما يبدو ينظر إليها في الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي مؤخرا في ضرورة حل هذه الأزمة سياسيا. رئيس الوزراء الأثيوبي يريد أن يحل هذه الأزمة عسكريا من قبل السودان تدخل أو طرح وساطة للرئيس الأثيوبي عبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولكنها لم تجد آذانا صاغية. كذلك تدخلت عدد من دول الجوار، من بينها يوغندا، وطرحت وساطة، ولكن أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي يريد أن يكسب زمنا من الوقت ليحسم هذه المعركة عسكريا. نأمل في الاتحاد الأفريقي الوساطة التي قام بها مؤخرا بتعيين 3 مبعوثين للذهاب لأثيوبيا، أو هي دولة المقر للاتحاد الأفريقي، أن يلتقوا برئيس الوزراء الأثيوبي وأن يقبل تلك الوساطة لحجب كثير من الدماء التي راغت وكثير من الأبرياء الذين قتلوا في هذه المعارك. شكرا جزيلا لك من الخرطوم، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي أبو عبيدة عبد الله.